الصلاه والسلام. يا هالي المرموم سلام على هذا الاداء الجميل والمميز. نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، أجمل وأرقى تحية من هذا المكان وهذا الميدان متواصلة عبر هذه الانطلاقات، انطلاقات الخير والبركة والمحبة والسلام. ميدان سيف العرب أحد أذرع تحفة ميادين السباقات، شوطنا 18 خاص بالبكار، الإذاع المهجنات إلى صايل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في مسار هذا الشوط. نتابع الصدارة والمركز الأول مباشرة مع اليافل عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي اللي يحتل الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني هذه منحاف سالم بن يمع الرزي الشامسي اللي يحتل المركز الثاني، نقله إلى ثالث المراكز. هذه الرقود يمع بن حميد بن عمهي المنصوري يحتل ثالث المراكز. المركز الرابع هذه الحرة اللي تحتل المركز الرابع في مسار هذا الشوط، خليل بن سيف بن أحمد بن محمد بن خريدة اللي يعلن مشاركته ومشاركة هذه الذلول. الله 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 يا شاعر، دائما في الفورمة في الغمة دائما. المركز الخامس خامسا هذه النصيبة راشد بن سالم بن خليفة برويس، الله 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 اسم تراثي مع هذا الشعار الجميل. في المركز الخامس. المركز السادس هذه شودة غانم بن مصر مغانم المنصوري يحتل المركز السادس ويعلن مشاركة شودة. المركز السابع سابع المراكز دمعة دمعة الفرح علي بن محمد بن حليس بن راشد الاكتبي يحتل المركز السابع. المركز الثامن ثامن المراكز هذه الباسلة محمد بن سالم بن مطر بن حاذة يحتل المركز الثامن شعار رعم طيلة. المركز التاسع تاسعا هذه الشهامة محمد بن خلفان بن محمد الهاملي من الظفرة غادم بو خلفان للمشاركة والتحدي والإثارة. المركز العاشر واللي تحتل عاشر المراكز هذه أيها الحفل الكريم يتكرر هذا الاسم وهذا الشوط. نعم بالفعل هذه الذلول اللي تحتل المركز العاشر، هذه مراكزنا الأولى أيها الحفل الكريم. أو هي نعم بالفعل أرام محمد بن عبد الله بن مايد المسافري، هذه المراكز العشرة الأولى أيها الحفل الكريم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصالة، شوط الختام، الختام مسك دائما، نقولها لكل المشاركين في هذا العالم الساحر والمميز. اليافل يفلت يفلت اليافل إلى السلطنة وإلى منجم السبق إلى ميدان الأبيض عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي. الله يا اليحافي، الله لشلك اليحافي، جنوب جنوب هناك إلى أهل اليزع
ينتظرون تحية من هذا الشعار السماوي، من هذا الشعار اللي يعلن مشاركته دائما بحضور مميز. الله يرعى سديوه، دائما خلك في الفورمة، في الفورمة مع الرقص، وخذ حذرك، خذ حذرك من الرقود، الرقود راقدة في الشوط، الرقود يمع بن حميد بن عبهي المنصوري، المنصوري ما يستهان بخطير، نقله إلى ثالث المراكز، نقله إلى منحاف، منحاف ونرحب بمنحاف، نرحب بمنحاف، دائما كفتة ملية بالترشيحات، وغني عنها التعريف، وماضيها طيب، طيب وراعيها طيب. سالم بن نعمة بن رز الشامسي يعلم مشاركة منحاف، الله الله في منحاف، والتركيز مطلوب من كل المضمرين. النصيبة يا النصيبة، اوصلت النصيبة، النصيبة النصيبة، راشد بن سالم برويس، راشد بن سالم برويس الاكتبي، اهالي المدام، اهالي المدام حاضرين في مسار الشوط المركز الخامس. خليل بن سيب بن احمد بن خريدة الشاعر يتربص، يتربص للمشاركين في مسار هذا الشوط، رباعية وتحولت إلى ثلاثية، ثلاثية ولا أروع في مسار هذا الشوط بين اليافل وبين الرقود وبين منحاف. وصلنا وين؟ وصلنا إلى الكيلو الأخير، 1000 متر، الغلاف الجوي الأخير، كيلو التحركات، كيلو العمليات، كيلو الإغلاع، كيلو الأضواء. الله 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 الله، الرقود، الرقود غيرت على الصدارة، ولكن منحاف، منحاف، منحاف. سالم بن يمع الرز الشامسي يعلن بأن هذه الذلول، هذه الذلول لا تعرف للهزيمة طريقا. ما شاء الله وتبارك الله، غيرت على الصدارة، بدلت الأمور منحاف، غيرت الأمور منحاف. أسلوب أهالي الطي وأهالي الخوانيج ينتظرون تحية من هذا الشعار، ينتظرون من منحاف، وعودتهم دائما، عودتهم بالسلامات والشعار، يعودهم دائما. سالم بن يمع الرز الشامسي، روح الله وياك روح، ولكن تحركت الرقود، تحركت الرقود. وسلام الله 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 يا رقود، حميد بن عمه المنصوري، ولكن منحاف، منحاف، سلام يا منحاف، سلام، عوايد منحاف، عوايد منحاف، ما شاء الله. تهانينا لسالم بن يمع الرز الشامسي، تهانينا لمحمد بن يمع الرز الشامسي، وسلام يا هالي الطي، سلام 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 على هذا الأداء. منحاف، منحاف، منحاف تفوز، تنتصر بالمركز الأول، تهانينا. والناموس مشكور يا أبو جمعة، مشكور، تهانينا على هذا الفوز والانتصار اللي تقدمه منحاف، أقوى مرشحات الانطلاقة. المركز الثاني الرقود، أحمد بن أبي الأهم المصوري، ثالث المراكز، المركز الثالث اليافل، ولكن اللحظات الأخيرة مع أرام محمد بن عبد الله بن مايد المسافري، رابعا اليافل عبد العزيز بن حمود بن ياسر اليحافي. نعود بالتهاني والناموس لمالك منحاف وعوايدها الأسبوع الماضي، بالفعل حاصلة على بالفعل المركز الأول، والأسبوع اللي قبله وهذا الأسبوع تكرر السيناريو، 7:49. تهانينا لسالم بن معه الرز الشامسي، وسلام يا هالي الطي، سلام على هذا الأداء الجميل. وصلنا إلى ختام نشرتنا الصباحية لانطلاقات سن الإذاعة وسن الامتاع لنهايتنا من 18 شوطا. تقبلوا تحياتي وتحيات اللجان العاملة في هذا الميدان، معلقكم عبد الله ود مسعود الزرعي، عبد الله بصير العويسي، علي بالفعل اللي غايد عربة النغل، تحية وسلام لكل اللجان العاملة.